السلام عليكم. بما انه اغلب متابعيني من السعودية، حبيت اني اعمل وصفة المثلوثة. اللي ما بعرف ايش يعني مثلوثة، هي عبارة عن 3 طبخات بطبخة واحدة، اللي هي جريش وكرسان ورز. وما تفكروا انها صعبة، لا، احنا خلال ما بنطبخ الجريش تكون كل الطبخة معانا صارت جاهزة. وبما انه الجريش هو اكتر شيء بده وقت طويل في الطبخ، راح نبلش فيه. عندي هون 1.25 كوب من الجريش، حطيت عليهم 1/4 كوب من الرز المصري. ضروري هون اضافة الرز لحتى يعطي تماسك للجريش. الجريش اللي ما بيعرفه هو قمح مقشور بهذا الشكل، بيكون موجود عند العطارين. لو حابين تعملوا الجريش لوحده، بس تاخذوا وصفة الجريش تعملوها لحالها، هاي الكمية اللي انا ذكرتها بتكفي ل10 اشخاص. انا عملتها كمية كبيرة، منه راح احطها طبخة المثلوثة، ومنه راح يضل يعني كطبق جانبي كمان، لهيك انا زودت في المقادير. طبعا الجريش انا حطيت عليه مي، غسلته 2 مرات لحتى لو في اي شوائب تطلع، بعدين غمرته بمي نظيفة وخليته تقريبا 4 ساعات. انا عملت هاي الحركة من الصبح. لتحضير الجريش راح ادبل بصلة كبيرة مفرومة ناعم، راح ادبلها بزيت الزيتون والزبدة. إضافة الزبدة هنا بتعطيها نكهة كتير طيبة. حطيت كمان 2 إلى 3 أسنان ثوم من مفروم، حركهم شوي مع بعض، بعدين نزلت عليهم كمية الجريش اللي صفيتها من المي، بحركهم سوا بس ليتنكهوا نكهة البصل، وبعدين بغمرهم بمي مغلي. المي بدها تكون كمية كتير مضاعفة، أكثر من كمية المي اللي بنضيفها للرز لما نفلفل الرز، لأنه الجريش بيحتاج لمي أكتر لحتى يستوي. مجرد غليه معانا، رح أوطي النار وأغطي الطنجرة وأتركها لمدة ساعة. في هاي الأثناء بدي أحضر الدجاج أو أطبخ الدجاج. دبلت بصلة، بعدين نزلت عليها قطعة دجاج وحطيت عليها ملح، فلفل أسود، ثوم، بصل بودرة، ورق غار. طبعا شوحت الدجاج على نار عالية زي ما أنا بعمل دايما لحتى يكتسب اللون الأبيض، بعدين بغطي الطنجرة بخليها لحتى تنزل ميتها. بهاي الطريقة بتحصلوا على نكهة دجاج كتير طيبة. بخليها تقريبا 1/4 ساعة على نار هادية، بس تبلش تنزل ميتها بصير أضيف عليها أنا مي مغلية تدريجيا شوي شوي، وبس أغمرها تماما بخليها لحتى تستوي كالعادة. بعد مرور ساعة للجريش تكون عندي الدجاج استوى. رح أخذ من شوربة الدجاج مقدار 2 كوب وأضيفهم للجريش. رح أضيف كمان ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ورح أضيف 1 لتر من اللبن السائل اللي هو لبن الشرب، ويفضل أنه يكون قديم يعني ما يكون فرش، لحتى نحصل على نكهة طيبة. لو بدها تعديل للملح بعدل الملح، وبحركهم ورح أتركهم كمان ساعة تانية على نار هادية، بين كل فترة وفترة رح أحركهم. في هاي الأثناء كمان أنا راح أستغل وجودي في المطبخ، أطبخ الخضار. بدبل بصلة إما على شكل جوانح أو زي ما أنتوا بتحبوا، بعدين طبعا بدبلها بالزيت والزبدة، بعدين بنزل عليها الخضار تباعا. أنا أول شي نزلت الجزر، قطعته بهذا الشكل قطعة كبيرة، كمان ضفت كوسة قطعته لنصفين، ضفت فلفل حار، كمان 4 حبات من البندورة، جزء منهم فرمته والجزء الثاني بشرته ناعم، بعدين ضفت ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة، هاي إضافة من عندي، كمان ضفت ملعقة كبيرة من صوص الطماطم، غطيتهم شوي بس لحتى تتسبك البندورة نوعا ما، بعدين ضفت لهم من شوربة الدجاج وخليتهم على نار هادية لحتى يتسبكوا ويستووا كويس. ضفت كمان بآخر شيء اليقطين. اليقطين طبعا ما بتحمل حرارة كتير، فأنا ضفته بالآخر برضو لأنه كان عندي بالفريزر، يعني يفضل أنه ما نضيفه مع بداية الخضار لحتى ما ينهلط معه. وأكيد أنتوا فيكم تضيفوا أي نوع خضار بتفضلوا، باذنجان، بازيلا، فاصوليا، أي شيء أنتوا بتحبوه تضيفوه ضيفوه.
برضو على الجهة الثانية راح أطبخ الرز. حمصت كوبين رز بسمتي مع شوية زيت، ضفت عليهم عود قرفة، 2 لومي، مجموعة بهارات حب، حطيتهم مصفاية الشاي اللي هو قرنفل، فلفل أسود، بهارات كبسة، وهيك. لو ما عندكم هاي المصفاية فيكم تضيفوها في قطعة من الشاش. وبعدين نزلت عليهم كمية الرز وطبختهم أو فلفلتهم عادي زي ما بنفلفل أي رز. بما اني زي ما حكيت لكم انا عامله كميه كبيره من الجريش، حبيت اني اعمل الخلطه اللي بتنحط على الوجه اللي بسموها الكشنه، تعطي طعم لذيذ للجريش. بشويه زيت زيتون دبلت بصله مبشوره ناعم، ضفت لها ملح وفلفل اسود، كمون طحون، لومي مطحون، شويه كركم، ضفت كمان دبس رمان بس يعني ما تصورت للأسف. بس هيك دبلتهم تتبيل بسيط، خليتهم على جنب. الدجاج طبعا بعد ما استوى أنا حمرته بعدين ضفته على الخضار يعني عشان يحتفظ بالسخونية، يعني ضفته على الخضار بعد ما استوت الخضار. هيك طبختنا بتكون تقريبا خلصت. هلا لتزيين الصحن، اول شيء هم بحطوا خبز قرصان بسموه، بس انا ما عندي وما تمكنت اني اعمله في البيت فحطيت بداله خبز اشراك، يعني هو بيختلف شوية في الطعم بس يلا يعني الجود من الموجود زي ما بيحكوا. الطبقه الثانيه حطيت الخضار بس خليت منها شويه صغيره للتزيين، طبعا حطيت كمان شويه من شوربه الخضار على خبز. الطبقة الثالثة حطيت طبقة من الجريش، نسيت أحكي لكم الجريش آخر ربع ساعة بتعصروا عليه نص حبة ليمون. غطيت طبقة الجريش وآخر طبقة وزعت كمية الرز كلها، بعدين حطيت الدجاج ورجعت زينت بشوية خضار. أكلة لذيذة زي ما حكيت لكم، رغم إنها أكتر من طبخة لكن يعني في خلال ساعتين بتكون جاهزة معاكم، يعني أنتوا اشتغلوا هون وهون على السريع بتكونوا خلصتوها. يعني الطبخة كتير طيبة ولذيذة، أنا متأكدة إنه البعض ما سمع فيها لكن جربوها وإن شاء الله حتحبوها. لو عجبتكم لا تنسوا تفعيل زر الجرس على الكل لحتى توصلكم الإشعارات من القشوفكم على خير. استودعكم الله وإلى اللقاء.